بعض الفيديوهات اللي صورها مواطن بقرية سمرخان بالبحيرة، والفيديوهات بترصد إلقاء القمامة ومخلفات الصرف الصحي بنهر النيل زي ما حضراتكم شايفين قدامكم في الصورة. ده بيحصل مش بالليل ولا بعيد عن أعين الناس مثلا أو عن أعين المسؤولين، لكن ده بيحصل في وضح النهار وأمام عيون الناس. العربيات اللي شايلة المخلفات دي تابعة للحكومة زي ما احنا شايفين قدامكم، يعني ده النيل اللي احنا اللي بيترمي فيه، ده اللي احنا شايفينه قدامنا، ده نهر النيل. طيب الاستاذ اسماعيل اللي بعت لنا هذا الفيديو، مساء الخير استاذ اسماعيل، ازي حضرتك يا فندم؟ مساء النور، ازي حضرتك؟ يعني اشرح لنا اكتر يا فندم الفيديو ده ممكن؟ طبعا الفيديوهات دي طبعا متصوره من خلال كاميرا موبايل. طبعا زي ما انت شايفه حضرتك ان يعني شيء في غايه الاسف، يعني ان عربيات المجلس، عربيات المجلس المحلي، مجلس المحلي بترمي مخلفات الصرف الصحي في جلب الميه اللي الزرع بيتروى منها واللي المواشي بتشرب منها، يعني في واضح النهار بدون اي مسؤول انه يتكلم ازاي يحصل كده. رئيس مجلس القريه غافل تماما عن الحياه اللي بتحصل ديت. طبعا جرارات المجلس زي ما شفت حضرتك برضو بترمي الزباله في نهر النيل، بترمي نهر النيل بالزباله. طب استاذ اسماعيل المسؤولين فين؟ هل يعني تواصلتوا معاهم، مع اعضاء مجلس النواب، مع مجلس المحلي؟ ممكن يكون المجلس المحلي او رئيس المجلس المحلي مش عارف ان الموظفين اللي عنده بيرموا في نهر النيل مثلا، هل تواصلتوا معاهم؟ يعني تمام حضرتك، بس المشكله ان رئيس المجلس بيكون موجود في يعني الاحداث دي كلها، يعني الكساحه عربيه المجلس اللي بترمي يعني لا معلش يا استاذ اسماعيل تاني معلش، يعني رئيس المجلس بيبقى حاضر والعربيات بترمي في نهر النيل؟ ده حقيقي؟ طبعا. طيب انا عايز اعرف المكان ده فين بالظبط يا استاذ اسماعيل؟ قريه سمخراط، محافظه البحيره، قريه سمخراط. طيب خليك معانا يا استاذ اسماعيل، معانا النائب عصام القاضي عضو الدايره، اهلا بحضرتك سياده النائب. اهلا بيك يا اهلا وسهلا. يعني ينفع كده يا سياده النائب تعليق حضرتك؟ انا ما سمعتش، انا لسه داخل المداخله دلوقتي حالا، بس ما سمعتش غير بعض يا فندم الجرارات بتلقي مخلفات الصرف في نهر النيل. لا هو مش كلام جزافا يا فندم، ده هو كمان الفيديو بعته لنا احد المواطنين اللي هم من البحيره او من قريه سمرخاط بالتحديد، والفيديو احنا زيعين عفوا والفيديو احنا يعني بنذيعه دلوقتي قدام الجميع. انا مش شايفه طبعا، انا بتكلم كنت مطلعيني من اجتماع مجلس تنفيذي فمش شايف قدامي الصورة. أنا ممكن أوصف لحضرتك الصورة يا فندم. أنا أكثر من مرة شفت المنظر ده وأنا جاي على الطريق، برضو في ترعة على طريق بعد الرحمانية، على طريق دمنهور دسوق أو دسوق الرحمانية دمنهور، ووقفت الجرار وصورته، وطبعا برضو اتكلمت مع السادة مسؤول الري وقلت لهم أنت النهاردة بتقول لي يعني بتمنع أن أنا أصرف، موقف لي محطة صرف دلوقتي ان انا اصرف الصرف المعالج فيها في قرية اسمها سرنباي قريبة برضه من السمخراط، على اساس ان هو ما صرفش مخلفات، على الرغم ان هو سايد على مصنع من الجميع العربيات الكافحة دي او عربيات نسح الصرف فعلا بتلقيها في الترع وفي المصارف. يعني سياده النائب، يعني انا عايزه اسال حضرتك سؤال يا سياده النائب معلش. في البحيره وقدمت برضه من خلال مشاكل الصرف الصحي، وان انا بقول الناس في حاجه ليه تلوث ميه الشرب اللي انا بستخدمها نتيجه عدم وجود صرف صحي. فانا عملت اسال العديد وعلى اكثر من 12 طلب احاطه واربعه كان عاجل لمثل هذه المشاكل. فطبعا الفيديو ده احنا يعني لازم اشوفه على الطبيعه يا فندم. مش حضرتك قلت سياده النائب؟ سياده النائب، سياده النائب انا عايزه اسال حضرتك سؤال. سياده النائب بعد اذنك اديني فرصه اتكلم. حضرتك بتقول ان انت شفت نفس المنظر ووقفت بالفعل صورته. صورته واديت صوره كانت على الموبايل بتاعي واديتها لوكيل وزاره الري وقدمت برضه طلب احاطه للاسكان في عدم
سرعه انجاز محطات الصرف الصحي في بعض المناطق اللي بين نهر النيل ولا حاجه في المتنادي. ما هو كتير. طب سياده النائب انا عايزه اسال حضرتك سؤال يا سياده النائب، هو حضرتك عايش في محافظه البحيره؟ ايه ده يعني انت بتشرب من نفس الميه اللي المواطنين بتوع القرى اللي بيترمي فيها دي بتشرب نفس الميه دي وبتاكل نفس الزرع؟ مش فاتي هو محطات الميه مؤمنه اللي هي على نهر النيل انا اللي شايفه وبقول في بعض السرع الفرعيه. لكن انا مش يعني بتلوث الميه اللي الناس بيشربوها يا سياده النائب انا عايز اسال حضرتك سؤال يا سياده النائب، بتلوث الميه اللي الناس بيشربوها ودي الميه اللي بيتسقي بيها الزرع ولا لا يا فندم؟ بيجي من محطات الميه اللي تاخد المأخذ بتاعها من النيل مش بالسرعه الفرعيه. هو بيلوث لي يقول لي ميه الري اللي بنروي بيها ارضنا وزرعنا وبرضه بناكل الزرع. انما في شتان بين ان انا بتقول لي ميه ميه شرب الملوثه، لا ميه شرب تيجي من نهر النيل، ونهر النيل ده اللي اخر ساعتها لها اشتراطات صحيه ولا ثبت على اي كتله يا فندم. ما هي الميه وده انا متابعين عينات اللي طالعه من محطات الميه يا فندم. ما هي مخلفات الصرف الصحي بتترمي في النيل قدامنا هي سياده النائب. نعم مخلفات الصرف الصحي بتترمي قدامنا هي حضرتك في فرع من فين؟ نعم مصرف ولا ترعه؟ الزبالة بتترمي في فرع النيل يا فندم. الزبالة بتترمي في فرع النيل؟ ايوه ده الفيديو اللي متصور يا فندم اللي احنا اللي احد المواطنين مصورينه. لا يا ريت بقى اشوف انا الاخ يديله الموبايل معاكم يديله يتواصل معايا يا فندم. احنا نبعت لحضرتك الفيديو ده على الواتساب حالا يا فندم. الفيديو عشان بقولك دلوقتي هعمل طلب احاطه عاجل، انا عندنا بكره جلسات لحد 2 و3 بيان عاجل وطلب احاطه بكره ان شاء الله، يا ريت يدعمني بيه عشان اقدر اعرضه في المجلس ونقدر نبقى حاجه موثقه. يا سياده النائب انا هوصل الاستاذ اسماعيل لحضرتك وحضرتك توصل ليه، وهنبعت الواتساب حالا لحضرتك لو عند حضرتك واتساب نحاول نبعته لحضرتك حالا. نبعته ان شاء الله لما تفتح الانترنت ان شاء الله يوصل لحضرتك. شكرا لسياده النائب عصام القاضي وشكرا للاستاذ اسماعيل اللي مصور لنا الفيديو. ونستكمل مع بعض المشاكل، استمرار طبعا لازاله القمامه اللي مش عارفين إن لها أي حل في محافظات مصر. وصل لنا فيديو برضو بيرصد قمامة أقوام من المخلفات اللي موجودة في مكان حيوي جدا في محافظة القاهرة. لما نلاقي القمامة دي على مطلع الدائري في منطقة الأسترات التابعة لحي البساتين، يا ترى فين بقى رئيس حي البساتين؟ فين نواب البرلمان عن دائرة البساتين؟ زي ما انتم شايفين المنظر ده في مكان حيوي زي ما الصورة موضحة بالظبط، الفيديو موضح نفسه من غير تفاصيل يعني. وبرضه يعني تفاصيل اكتر الاستاذ مدحت اللي صور لنا الفيديو. استاذ مدحت ازاي حضرتك يا فندم؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ ممكن يا فندم يعني تحكي لنا عن الفيديو اللي حضرتك صورته وبعته لنا يا فندم؟ اتفضل. والله يا فندم انا بقالي سنتين باجي من الشغل في الليل. وحضرتك الحاجه دي موجوده زي ما هي. وبتزيد. وبتزيد حضرتك. وعربيه الاحياء بالليل وهي على الاستراد وهي شايله الكمامه حضرتك كل الحاجات منها بتطير بترجع تاني لعربيات النقل بتطير الحاجات بتاعتها بتطير بتقع علينا واحنا ماشيين برضه حضرتك. والمنظر ده حضرتك بظهر طلعت الدائري طريق الهرم ودخلت البساتين كده حضرتك دخلت المعادي الجديده من ورا في ظهر مرور البساتين. بينها وبين حي البساتين حضرتك بالظبط حوالي 150 متر. طب استاذ مدحت المنظر ده بيتكرر بقاله قد ايه؟ ده حضرتك بقاله كده سنتين واكتر من سنتين المنظر ده زي ما هو. اكتر من ايه؟ اكتر من سنتين زي ما هو. اكتر من سنتين. اكتر من سنتين ما بيتشالش خالص يعني مش مره كده صدفه ان هو اتشال مثلا ورجع تاني؟ والله العظيم ما بيتشال حضرتك، انا كل يوم باجي الساعه 3 بالليل. وبلاقي المنظر زي ما هو، وحضرتك المنظر ده موجود وحضرتك لو بعت كاميرا وسالت اي حد في المربع ده كان هيقول لك المنظر ده زي ما هو، وحضرتك المكان ده نازل للاتجاه تاني ساعات بلاقي عربيات جايه عكس. ميكروباصات بتبقى جايه عكس حضرتك. في نفس المكان ده. وعربيات النقل بالليل حضرتك برضه انا بقول لحضرتك على حاجه، عربيات النقل انا بقول له برضه بخصوص المرور، عربيات النقل بالليل والله كان معايا واحد جنبي وفاتحين الشباك وماشيين بالليل حصوايا طارت جت في عينه. من عربات النقل اللي على الطريق. سيدي يا استاذ مدحت سيدي. طيب وانا حضرتك كنت جايب عربيه زيرو بسبب كسروا لي الازاز برضه.
وانا اشكر حضرتك والله العظيم، انا مش عارف اقول لحضرتك ايه، انا بشكر حضرتك قوي 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 اللي انت بتوصلينا ليه علينا من حاجه زي كده. انا لما شفت الرقم الواتس اب حضرتك رحت بعت مصور الفيديو ده مخصوص وبعته لحضرتك، انا ما كنتش مصدق بصراحه الموضوع. لا احنا اللي بنشكر حضرتك يا استاذ مدحت ان انت يعني ركزت او ان انت يعني رصدت امر زي ده، واحنا ان شاء الله هنحاول ان احنا نقدم اي حل. يعني احنا بنحاول بان احنا بس نسلط الضوء، اللي بنقدر نقدمه بنقدر نقدمه، لكن طبعا الشكر الاول والاخير لحضرتك يا استاذ مدحت على جرأه حضرتك. وعلى انا اللي بشكر حضرتك والله العظيم، ده انا بشكر حضرتك قوي 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 بخصوص الموضوع ده، كتر خير حضرتك يا فندم والله. طيب شكرا للاستاذ مدحت. طبعا احنا بنناشد رئيس هيئه الطرق والكباري، رئيس حي البساتين، محافظ القاهره، اي مسؤول يا جماعه يتحرك. ده مش منظر والله، والله ده مش منظر دوله حضاريه. عمالين نتكلم عن الاستثمار وعن التنميه وعن الاقتصاد، اي اقتصاد واي تنميه واحنا عندنا مناظر زي دي؟ يعني مطلع دائري في منطقه حيويه جدا ومنطقه هامه جدا جدا جدا، ونلاقي منظر زي ده ازاي؟ والزلط بيترمي في عيون الناس، يعني ازاي؟ دي مسؤوليه مين؟ انا مش عارفه. على فكره دي مش بس مسؤوليه رئيس حي ولا رئيس هيئه الطرق والكباري، ده رئيس، ده وزاره البيئه مع وزاره الصحه مع كل الوزارات، لازم يبقى في تكاتف ما بين كل الوزارات. دي مشكله الحكومه كلها يا جماعه، بدون بقى يعني من غير ما نقعد نطبطب على حد، دي مشكله الحكومه كلها. مساله القمامه دي لازم لها حلول، الحكومه كلها لازم تتكاتف. اي استثمار عمالين تطلعوا تتكلموا فيه وتنميه الاستثمار ومناخ الاستثمار، اهم حاجه في مناخ الاستثمار يا جماعه ان يبقى في ارض نظيفه، ان ما يبقاش في قمامه في الشوارع، هي دي بقى مناخ الاستثمار اللي كل وزير يطلع يتكلم عنه. تهيئه مناخ الاستثمار اهم من قانون الاستثمار، هو ده بقى مناخ الاستثمار. مناخ الاستثمار الصح ان يبقى البلد نظيفه، ده اهم شيء. مش معقول مساله قمامه كل الحكومات اللي جت عاجزه انها تحل مشكله القمامه، ويوم ما تفكروا تحلوا مشكله القمامه لما اتعملت في محافظه القاهره في مصر الجديده، طلعت الناس كلها بتتكلم وبتتلافظ وبتتكلم بالالفاظ والبتاع. طب حلوا المساله الاول قبل ما تطلعوا منظومه كل العناصر تجتمع وحلوا المشكله. احنا كلنا كنا فرحانين بالمنظومه، ولكن حلوا كل المشكله. قولوا لنا مين المستثمرين. والله العظيم لو جبت لنا مستثمرين يهود من بره بس عرفتونا ان هم مستثمرين يهود لنوافق، ولكن حللنا المشكله. يلا نكمل مع بعض مشكلتنا. لسه معانا برضو مشاكل انتشار القمامه. برضو بعت لنا احد المواطنين بعزبه النخل الغربيه في محافظه القاهره صور انتشار اقوام القمامه اللي متراكمه في شوارع حيويه وسط كتله سكنيه. هنقول برضو ونرجع نقول ان الفيروس الغامض مش عارفين سببه ايه. زياده الاوبئه دي بتيجي منين؟ لمزيد برضو من التفاصيل زي ما احنا شايفين قدامنا ده الفيديو اللي احد المواطنين برضو الاستاذ عماد بعت لنا الصوره دي. طيب استاذ عماد اهلا بيك. استاذ عماد اهلا بحضرتك. استاذ عماد اتفضل. الصوره دي فين يا فندم بالتحديد؟ اتفضل. يعني شارع حيوي جدا وشارع كله محلات تجاريه، والكمامه بتترمي يوميا من الساعه 12 بالليل لثاني يوم الصبح، والاطفال طبعا بيقوموا يروحوا المدارس، بيسيبوا الاطفال بالامراض والاوبئه. واحنا بنتكلم ان لازم يكون البلد دي حضريه. ما ينفعش نحل، لازم نحل المنظومه من جذورها. ما ينفعش ان احنا نقول اصل هيتم تدوير الزباله ونقول طب عايزين بلاستيك وزجاج، طب وبقيه الزباله الناس هترجيها فين؟ يعني احنا بندي الاهالي بنتصادم معاهم، بيرموا تحت العماره الزباله، نتصادم معاهم يقولوا احنا بندفع فلوس على الكهرباء، فلوس زباله على الكهرباء، ومحدش بيجي ياخد مننا، حتى عمال الزباله اللي بيجوا يشيلوا من الشواء بيفضوا زبالتهم في الشارع. دول زبالين ولا نباشين يا استاذ عماد؟ اللي بينزلوا ياخدوا الزباله دول زبالين ولا نباشين؟ عشان بس في فرق ما بين الزبالين وفي فرق ما بين النباشين. يعني دول زبالين ولا دول نباشين؟ زبالين. زبالين. زبالين زائد اهالي. زائد اهالي بياخدوا الحاجات اللي هم عايزينها ويسيبوا الباقي. بالظبط كده. طب الاستاذ يعني يا استاذ عماد الصوره اللي حضرتك بعتها لنا دي بتتكرر على طول؟ ولا بقى لها يوميا؟ يوميا من الساعة 12 لغاية ما العربية بتيجي ثاني يوم بتاعة الزبالة تشيل الساعة 10 الصبح. الأطفال بينزلوا يروحوا مدارس الساعة 6، الساعة 7 بتبقى ريحة كريهة محدش بيثقها الأطفال. وبعدين نرجع نقول أصل في فيروس في الجو، طب الفيروس في الجو ده جاي من إيه؟ إحنا عايزين حل للموضوع، عايزين حل جذري، عايزين الناس تهتم، يعني الحي يهتم، أعضاء مجلس الشعب تهتم،
طب انتوا تواصلتوا مع حد زي ده يعني تبقى الناس اخر اولوياتهم. استاذ عماد انتوا تواصلتوا مع حد يعني تواصلتوا مع المسؤولين، تواصلتوا مع رئيس الحي، تواصلتوا مع النواب؟ والله احنا ما حدش بيتواصل، يعني هي المفروض ان النواب بينزلوا ما بنشوفش حد. المفروض ان الحي بيلعب كل يوم الصبح عربيه الساعه 10، بيقول لك ده اقصى ما عندي انا ما اقدرش اعمل حاجه. طب عين فرد مثلا عن طريق الحي يقف في المكان دوت عشان يمنع الزباله ويمنع الكمامه. ما فيش برضو اي حل، يعني احنا يعني لا المفروض في دول. طب في صناديق قمامه في المنطقه عندك يا استاذ عماد؟ ولا ما فيش؟ في صناديق قمامه كبيره في الشوارع عندكم؟ في المنطقه دي بالتحديد؟ في بس بعيد بعيد يعني شويه، حتى لما بيتحط بيقولوا ان في صناديق بتتحط وبتتسرق. ده اللي احنا بنسمعه يعني. يعني دي حقيقه فعلا في صناديق بتتحط وبتتسرق؟ ما هو ده يعني دور اهالي لو بالفعل إن... في صناديق موجوده في شارع ال 40 ده شارع رئيسي وشارع حيو برضه، بس بعيد عن الاهالي. بعيد عن الاهالي، فالاهالي بتستسهل مثلا وتلاقي المكان ده وهو مكان محلات، المحلات بتقفل الساعه 12 بالليل، تبص تلاقي من 12 بالليل لغايه ثاني يوم الصبح الساعه 10 الزباله بتترمي. بتاع الزباله بيجي يلم الزباله الصبح الساعه 7 يقوم مصدي في العربيه اللي هو عايزه ويقوم رامي بقيه شنطه. طيب شكرا للاستاذ عماد. نرجع تاني مساله القمام. هنستقبل مشاركاتكم طبعا، اللي عنده اي مشكله او بيرصد اي يعني فيديو سلبي او اي مشكله عنده هنحاول ان احنا نتواصل مع المسؤولين زي ما بنحاول ان احنا نعمل يعني بدورنا في برنامج عين على البرلمان. طيب بتنضم الينا الاستاذه نسمه من المنوفيه. تحياتي لحضرتك استاذه نسمه، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتفضلي يا فندم. والله حضرتك عايزه اكلم حد يعني تبع وزاره التربيه والتعليم، بان ابني في سنه رابعه ابتدائي ومن اول السنه ما جالهوش مدرس دراسات لحد دلوقتي. في رابعه ابتدائي يا فندم؟ يعني لحد دلوقتي؟ مدرسه ايه يا فندم؟ من الترم المدرسه المشتركه الابتدائيه باشليم تبع محافظه المنوفيه. سنه رابعه كلها ولا الفصل ده بس؟ لا رابعة كلها، المدرسة كلها من رابعة لحد ستة ما فيش مدرس دراسات في المدرسة. مركز ايه يا فندم؟ مركز اويسنا. مركز اويسنا محافظة المنوفية. طيب يعني يعني من الترم الأول للترم الثاني ما جالهمش مدرس دراسات اجتماعية؟ لا خالص حضرتك، وعملنا وبلغنا قبل كده وبعتنا على الخط الساخن تبع التربية والتعليم وقالوا لنا هيبعت مدرس الترم الأولاني وما بعتوش أي حد. طيب طب أستاذة نسمة ممكن تعيدي لنا اسم المدرسة تاني بالكامل من فضلك؟ مدرسة أشليم الابتدائية المشتركة. أشليم الابتدائية المشتركة. مركز أويسنا محافظة محافظة المنوفية صح؟ ايوه حضرتك. طيب استاذه نسمه يعني ان شاء الله يعني هنتواصل مع الدكتور رضا حجازي وان شاء الله يعني هنرد على حضرتك. استاذ رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، وان شاء الله هنرد على حضرتك باذن الله. يعني مش عارفه ازاي لحد دلوقتي ما درسوش دراسات اجتماعيه، يعني يمكن الوزاره عامله لكم مفاجاه مثلا مش هتخلي الولاد يمتحنوا في الدراسات الاجتماعيه. طيب معانا الاستاذ جمال من المنوفيه. استاذ جمال تحياتي لحضرتك يا فندم. استاذ جمال سامعني يا فندم؟ استاذ انا جمال اليوبيه. استاذه اليوبيه اهلا بيك، اتفضل يا فندم. أستاذة. جنبه بعض اسفين. اتفضل. انا عندي مشكله في الكهرباء بس يا استاذه بالخصوص. مشكله ايه يا فندم؟ اتفضل. كهرباء عندي شقه جايبين عليها 7000 جنيه. 7000 جنيه؟ من اول 1/1/2016. انت ما كنتش بتدفع يعني يا استاذ جمال؟ لا ما كنتش بدفع عشان الاسم كان جاي غلط يا استاذه. فانا قلت لهم صلحوا لي الاسم وانا هدفع كل شهر 1000 جنيه. يعني ال 7000 دول عليك بالفعل؟ دفعت لغايه 12/2015 دفعت 1000 جنيه، قلت لهم كل شهر هدفع 1000 جنيه. انا راجل موظف ما معيش 7000 جنيه مره واحده، صلحوا لي الاسم وانا ادفع المبلغ كل شهر 1000 جنيه. رفضوا تصليح الاسم بعد ما دفعت 1000 جنيه لغايه اللي هو اللي كان مستحق عليا لغايه 12/2015. رفضوا تصليح الاسم، قال له ادفع الفلوس الكل وانا هنصلح لك الاسم. يعني قطعوا الكهرباء عنك يا استاذ جمال ولا لسه؟ قطعوا الكهرباء، ما اتقطعتش الكهرباء، الكهرباء شغاله يا استاذ. بس الاسم عندي جمال فاهم السيد، انا جمال فاهم سعد، وديتهم صوره البطاقه وكذا مره يجي كشاف يجي اي حد اوريه يديله صوره البطاقه، يا استاذ انا اسمي جمال فاهم سعد، انا دي لو رحت السجل المدني عشان اغير محل اقامه مش هيرضوا يغيروا لي بيها. طب
طب ما انت ادفع الاول الفلوس وبعد كده نغير لك الاسم. قلت له طب ما تغير الاسم وانا ادفع الصح. بس انت دفعت بالفعل 1000 جنيه. دفعت 1000 جنيه لغايه اللي هو المستحق عليه لغايه 12/2015. ده كان سنه كده يعني اللي كان اسمك 6000 جنيه في سنه. استاذ جمال انا عايزه بس شقه انا عايزه افهم يا استاذ جمال الفلوس اللي كنت بتدفعها دي كان اسمك ساعتها صح؟ كان خطا يا استاذه. كان خطا؟ اه. طب يعني انت دلوقتي عايز تصحح الاسم ولا عايز اساسا يعني تجدول المديونيه؟ عايز اصلح الاسم وجدول المديونيه. كل شهر قلت لهم كل شهر هدفع 1000 جنيه، راجل موظف قلت لهم كل شهر هدفع 1000 جنيه بس صلحوا لي الاسم. طيب. هم تعندوني ومش راضيين يصلحوا الاسم، يقول لك لما تدفع المديونيه كلها اللي عليك. طيب يعني استاذ جمال يعني ان شاء الله هنحاول نتواصل مع حضرتك واحد المسؤولين في وزاره الكهرباء، بس انت عليك جزء من الخطا برضه، لان ما دام اسمك غلط دفعت ال1000 جنيه دي على اي اساس؟ ما هو برضه استفسار غريب. يعني انت المفروض ان انت ما دام كان اسمك غلط لا كنت تقف وقفه جامده قدام المسؤولين وتطلب بحقك، لا يا جماعه ده مش اسمي ويبقى دي مش فاتورتي. لكن احنا ان شاء الله هنحاول نتواصل مع احد المسؤولين ونرجع لحضرتك تاني يا استاذ جمال باذن